قصت بسعر الكاش مع توشيبا العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنتكلم مع بعض عن غسالات العربي، هوفر وكاندي وتورنيدو وتوشيبا، عليهم عرض التقسيط، إمكانية التقسيط بدون فوائد من شركة العربي لحد 24 شهر. في عدد كبير جدا من الغسالات هتقدروا تتفرجوا عليهم. السعر بيكون على الشمال، سعر الجهاز كامل وسعر التقسيط. يلا بينا نبدا حلقتنا على بركه الله. بالصلاه والسلام على سيدنا محمد، عليه افضل الصلاه والسلام. دي بعض الريفيوهات اللي احنا عاملينها في القناة عن الاجهزة الكهربية والاجهزة المنزلية، هتلاقوها ان شاء الله موجودة في صندوق الوصف. قوائم بكل نوع جهاز على حدة، حتى عروض العربي موجودة برضو، قائمة بعروض العربي وعروض توشيبا.
وبرده قائمه بعروض رنين. كل ده ان شاء الله هتلاقيه موجود في صندوق الوصف، بنشرحه بالتفصيل، بنشرح كل جهاز وبنشرح امكانياته وبنشرح طريقه التشغيل. لو اول مره تشاهدونا يا ريت تشرفونا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على وضع الكل وعمل اعجاب للفيديو عشان يوصلكم كل جديد عن الاجهزه الكهربائيه والاجهزه المنزليه، وياريت الاشتراك في صفحتنا على الفيسبوك باسم كتالوج الاجهزه. شكرا لكم على المتابعه الجميله ديت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.